اسمح لي يا باشا اتدخل فيما لا يعنيه. عايز تقول ايه بقى؟ يعني بخصوص المشوار بتاع بكره دوت، لو كنت هروح ولوحدي ومش عايز نقاش. ما قلناش حاجه يا باشا، بس الاول يعني مش كنت تاخد راي كريشنا وبنحوه؟ ما انت عارف ان انا راكنهم على الرف من ساعه شورتهم المهببه اللي خسروني فيها عمليه شركه ليلاند في انجلترا. دي مره يا باشا صدفه، لكن المرات اللي فاتت كانت نصايحهم ما بتنزلش الارض. يعني انت رايك نديهم فرصه تانية؟ ما يضرش يا باشا، مع ان انا كنت ناوي ارحل كريشنا على بومبي وبنحوه على مكناس. ماشي، لكن قولي الاول، انت ليه اقترحت ان احنا ناخد رايهم في موضوع الحاج عبد العال؟ انت عندك شك في حاجه؟ لا يا باشا ولا حاجه، بس الاحتياط واجب برضه. صحيح اللي حصل لسامح بيه دوت واللي شفناه بعينينا ما يديش فرصه لاي شك، لكن برضه لازم ناخد بالنا، وخصوصا في مشوار انت عايز تروح لوحدك يا باشا. لازم لازم يا بهجت، لازم. انت عارف معناها ايه ان الحاج عبد العال يديني سره ويخليني اقدر اسخر الجان زيه؟ متصور القوة الرهيبة اللي هتبقى في ايديا دول، واقدر اكشف اعدائي واحد واحد واعرفهم واحد واحد، وازاي اكمل كل اللي ناقصني في حياتي. متصور يا باشا، بس قلقان شوية. لكن انا مش قلقان، انا متأكد ان الحاج عبد العال ما بيكدبش، ومع ذلك انت صح برضه. روح هات كريشنا وبنحوه. عينين بتلغي على السطور من غير ما تقرا. يا ترى ليه اتقررت؟ اكيد عشان اللي حصل بينا وبين مكرم. بعدين الواحد اللي سخيف ومملة. انتظروا هنا باشا هيقابلكم. تظن باشا هيفنشنا؟ بس باشا ما قالش بقي لي تليفون، وقال غازي باشا يردنا قدام. If he wants to finish our work مش يقابلنا، يرسل باشا. تمام سيدي تمام.
قدرت اديكوا فرصه اخيره. الله يوفق سيدي. ثانك يو سير، ثانك يو. بكره في معاد، هروح لوحدي الساعه 11:30 بالليل في دير مهجور في طريق الفيوم. اروح ولا ما اروح؟ الميعاد ده خير ولا شر؟ روحوا اعملوا اللي بتعملوه وردوا عليا بعد ساعه. يلا بقى. اتفضل. What will we say؟ نقول له طالع محزوب. ماي كريستال بول ابيض مش يسوى. سيدي يفكر بالعقل، هو يقول لابد يذهب وحده يبقى موعد غرام. لو قلنا له ما يروح يغضب يلقلق اللي يروح. سابوز مش غرام، سابوز مش غرام، يبقى موعد مع اعداء يقتلوه ما يقدر يعاقبنا لانه روحه هتبقى فوق. سكت عايز يا قديش لكلو هو ادفع كتير لما ترجع مبسوط من الميعاد نقدر انه ما رجعش. هو ما رجعش، انا ارجع بومبي وانت تروح مكناس. متاكدين؟ طالعك خير وطريقك قدام في النور. اي سو وات ويل هابن تومورو. جو اهيد سير، جو اهيد. انت رايك يا باشا؟ واذا عايز الرؤيه يا باشا خلاص الرؤيه بانت، بقينا في السليم. فاين، اكتب لهم كل واحد شيك ب 20,000 جنيه. الله يحفظ سيدي، الله يحفظ سيدي. ثانك يو سير، ثانك يو. حقكم. وبعد ما يقبضوا اشحنهم على بلادهم. خلاص من بكره كفايه عليا عبد العال وسر عبد العال. مين اللي يجي الساعه دي؟ مش فاهم. صباح الخير يا نديم. صباح الخير. انت عارف الساعه كام؟ معلش انا كنت هصحيك الفجر. ايه خير ان شاء الله؟ لا ابدا، لا خير ولا حاجه. حصل ايه؟ اتكلم. سعديه قابلت نهله امبارح. قابلتها؟ وايه قالت لها؟ تكاد تكون قالت لها. يعني ايه تكاد تكون قالت لها؟ طب بس اطلب لنا قهوه من الروم سيرفيس واحكي لك كل حاجه. حاضر، اتفضل. الو، ازيك يا مريم؟ ايه هتستلمي شغلك الجديد؟ مبروك حبيبتي، الف مبروك. لا انا رايحه الجاليري. انا قلت لبابا، ايوه قلت له اني قابلتها واديت له الظرف بس هو ما رضيش يفتحه. لما سعديه ادتك الظرف ما خدتوش منها ليه؟ قطعته ولا حرقته حتى؟ الظرف ما فيهوش خطط حربيه ولا وثائق سريه يا نديم. الظرف فيه كلام ويمكن شويه صور. سعديه لما ادركت ان بنتها ما عندهاش استعداد انها تسمع لها كتبت اللي هي عايزاه على ورق وحطته الظرف واديته لها. لو انا خدت الظرف وقطعته ولا حرقته زي ما انت بتقول هيظل الخطر موجود. سعديه موجوده وتقدر تروح لها وتقول لها كل اللي كانت كاتباه في الورق بلسانها. والله كلامك منطقي برضه فعلا، لكن دي مشكله يا ناس، مشكله. علامة ايه المشكلة دي بقى؟ أنا ما نمتش يا نديم طول الليل. عمال أحصر دماغي وأجيبها شمال ويمين مش لاقي لها منفس. قول لي يا مكرم، أنت ممكن تجيب لي عنوان سعدية؟ أيوه، نهلة إدتني ورقة فيها العنوان وتليفونها. أنا الحقيقة فكرت إن أنا أروح لها وأكلمها وأحاول. لا
لا لا لا لا سيب الحكاية دي علي. أنا قبل ما ألبس تيموشنكو هزوغ من أوديل حوالي ساعة ولا ساعة ونص، وحسيبك هنا احتياط لأي طارق. بلغ الهانم صاحبة الفيلا دي ان في واحد جاي يقابلها من طرف الانسه نهله مكرم. انتظر لحظه من فضلك. ايوه ايوه يا مدام، في واحد بيقول ان هو من طرف الانسه نهله مكرم. خليه يتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك. بخارة وكشاف ولوحة كاملة وبيصوم هايل. قالي قربان مستورد وطعم بالصدف هايل هايل. كشاف مستوردة من الصين واليابان كمان. السن من ناحية اللبس طبعا اتغيرت تماما، واضح دلوقتي انك بتلبسي من جاك فات وإيف سان لوران وفرساتشي وجيفانشي وإلى آخره، لكن من ناحية السن مش باين عليك السن. مش يمكن ده كله مكياج؟ مش اللي زي أنا اللي ممكن يخدع المكياج. هو أنت ليك زي، اتفضل. Good morning, sir. Good morning كمان مرة. الأول حضرتك تاخد لايم جوس ولا أورانج جوس؟ أنا أشرب قهوة. American ولا Turkish ولا إكسبريسو؟ لا قهوة تركي على الريحة. One moment, please. شكرا. يظهر زي ما الناس بتقول. يظهر إنك عملتيهم وعديتي. بفضلك. بفضلي أنا؟ طب إزاي؟
لولا انك دبست مكرم في العملية اللي اتقفش فيها ودخل السجن ما كنتش انا اتطلقت منه وجوزت الراجل اللي ساب لي الهلومة دي كلها. لا معقول برضو معقول كده المسألة بقت واضحة قوي. لكن انت ما قلتليش الراجل اللي ساب لك الهلومة دي كلها اتعرف بيك ازاي وراح فين يا ترى دلوقتي؟ انت عاوز بقى تسمع مني حكايتي مع الزمان. للأسف ماليش مزاج احكيها دلوقتي وليك انت بالذات. ولا انا عندي اي فضول اسمع حكايات. السؤال ده اعتبري من باب الدردشه بس كده، اعتبريني ما قلتوش خالص. ادخل في الموضوع، مكرم هو اللي بعتك مش كده؟ لا يا سعدية، مكرم ما بعتنيش، انا جاي متطوع. سواء انت جيت متطوع او مكرم هو اللي بعتك فانا ما عنديش حاجه اقولها غير ان مفيش قوه في الدنيا هتمنعني عن بنتي. بنتك؟ ما افتكرتيش ان ليكي بنت الا بعد ربع قرن من الزمن؟ وفر كلام التقطيم والتريقه اللي انت جاي تسمعهولي، لاني قبل كده سمعته من ابوها ومنها وقبلكم كلكم قلتوا لنفسي، وده مش هيغير من امر شيء. يعني ايه؟ القهوه يا فندم. اتفضلي يا ستاني. متشكره يا عم مرغني. اي خدمه تانية تضرها سعادتك؟ مختار لسه مرجعش من البنك؟ لا يا فندم لسه مرجعش، بس هو قال لي انه يمكن يطلع على البنك التاني عشان يخلص التحويل بتاع امريكا. طب لو اي حد من الزباين جه وعايزني كلمني انزل لك بدل ما تسيب المحل لوحده. ماشي يا فندم. ايه اللي خلاني اطلب باهر بالليل واقول له يجي؟ صحيح علشان يفسر لي معلوماته عن امي ولا عشان يا ربي ما يجي؟ انا مش عايز افتح معاك موضوع الماضي يا سعدي، انا عايز اكلمك عن المستقبل. ايه هتشوف لي الفنجان؟ المستقبل اللي عايز اتكلم عنه مش مستقبلك انت، لانك انت زي وزي مكرم مستقبلنا خلاص بقى ورانا، انما بنتك اللي امومتك لها صحت بعد المده الطويله دي كلها من حقها، من حقها سعديه تعيش مستقبلها من غير ما نغص عليها ماضي امها وابوها. من حقها انها تعيش مستقبلها اللي انا عايزه اوفره لها، عايزه اعوضها، عايزه اكفر عن الغلطه الفظيعه اللي عملتها في حقها، عايزه اديها اللي انا عايشه فيه ده كله، عايزاها تعيش مستريحه وهي بتختار جوز المستقبل من غير ما تكون شايله للدنيا هم. وايه هو الثمن اللي هتدفعه يا سعديه؟ ثمن ايه يا نديم؟ انا عايزه اديها مش اخد منها. كل شيء هتاخده منك يا سعديه هتدفع ثمنه من سعادتها، مفيش مليم واحد من اموالك ولو كانت بالملايين هتستفيد بيها ابدا، لانها هتكتشف ان ابوها اللي روحها فيه انحرف ودخل السجن، وان امها طفشت وسابتها مده 24 سنه. هتعرف اسبابي وهتعذرني وتسامحني. وابوها، ابوها اللي روحها فيه نموذج الاستقامه والطيبه والتضحيه، الراجل اللي عاشت معاه في امان كل عمرها تقريبا. يشرح لها هو كمان اسبابه ويحاول انها تسامحه. ممكن، بس ايه اللي هيفضل جواها سعديه بعد ده كله غير فرافيت واشلاء وشظايا، حطام التماثيل الجميله واحترام الاب؟ تفتكري ثروتك ممكن تحميها من ده كله؟ طب اعمل ايه؟ عاوزه بنتي، عاوزه ارجعها، كل مشاعر الامومه والحنان اللي خنقتها جواها السنين دي كلها عاوزه تخرج من سجنها وتحوطها. لو المشاعر دي صادقه يا سعدي يبقى هتفهم حمايه بنتك، غير كده تبقى مشاعر انانيه، مشاعر انسانه رمت بنتها وحققت كل احلامها الماديه وبعدين لقت ان مفيش حاجه ناقصاها غير حاجه واحده بس، انها تمارس امومتها وتحس بلذه هذه الامومه، ولو على حساب بنت مسكينه ما تستاهلش ابدا انها تنصدم صدمه تقلب كيانها وتضمن حياتها.
خلاص ما بقاش يجي منه اللي انت خايف منه حصل. لا، الظرف اللي اديته لها ما اتفتحش. ايه؟ ما رضيتش تفتحه الا لما تحكي المكرم عن مقابلتك ليها، ودته الظرف وطلبت منه انه يقراه الاول قبل ما يسمح لها تشوفه. يعني هي ادت مكرم الظرف من غير ما تفتحه؟ بالظبط كده، لما ردهولها في الحال وترك لها مطلق الحريه انها تقراه وقت ما تحب. يعني الظرف لسه معاها؟ ايوه، ومش لازم يفضل معاها يا سعديه. ارجوكي استرديه منها باي شكل باي حجه. اذا كنت عايزه يعني تنقذيها من الم ممكن يدمرها، اذا عملت كده يا سعديه انا وعدك هنلاقي الف طريقه وطريقه نردلك بها بنتك عشان تساعديها بالطريقه اللي انت عايزاها بعيد عن الماضي والدنيا. أوصلك المكان اللي مستنيك فيه السواق العربيين. هتروح لفرقة الرأس عشان تتكلم عليهم وتراجع معهم كل التفاصيل. وانت مش جاي معايا؟ لا، أنا عندي مشوار زي الدكتور عمر، وبعدين معاد هياخد ساعة كده، وبعدين هقابلك في المكان اللي اتفقنا عليه. طب ما تاخدني معاك أرام أرام أشوف الدكتور عمر وأعمل حاجة. ما ينفعش، ده تصريح زيارة رسمي باسمي أنا لوحدي، وبعدين مش فاهم أنت عايز تروح للدكتور عمر ليه؟ الهم مش هتكون هناك عشان تحسب لك البط اللي بترسم عليه. وبعدين النهارده خطواتنا محسوبه بالثانيه، مش عايزين لخبطه، مفهوم؟ مفهوم يا سيدي، مفهوم يا جنرال. نزلني هنا. لسه ما وصلناش المكان. هاخدها على رجليا صلانصيه واتمشى فرنجي، رياضه. ماشي، يلا انزل. طبعا شنطتنا، لو انت مصدقها انا مش هناقشك فيها. على اي حال كتر خيرك دكتور عمر. انا متاكد انك حاسس من جواك قد ايه انا بحبك وبحترمك. بغض النظر، انا على اتصال مستمر بمجموعه المحامين اللي ماسكين القضيه. إن شاء الله بكرة قاضي المعارضات هينظر في مسألة الفراج بكفالة. بتشوف والدتك وأختك؟ أنا بقالي يومين ما شفتهمش، للأسف اتشغلت امبارح وأول امبارح. طبعاً مشغول بنفس المهمة المقدسة اللي قلبت حياتك وحياتنا؟ معلش، إن شاء الله لما تخرج من المحنة دي بالسلامة. أنا مش في محنة يا باهر. الحكاية كلها مجرد لبس، مجرد سوء تفاهم وهتروح لحالها. طبعا انا الحقيقة ما قصدتش معنى كلمة معنى. عموما شكرا على الزيارة. ان انت الوحيد غيرهم هما الاثنين اللي تقدر تريحني، ومع ذلك مش فاهمه ليه بتعاملني بالغموض ده. انا على سبب الغموض ده ان انا ما اعرفش غير القشره فعلا. دي معلومه مستقطعه كده ان باباكي مخبى عليكي ان مامتك لسه عايشه على قيد الحياه، مش اكتر من كده. طب وانت ايه اللي يخليك تجمع معلومات عني وعن ابويا؟ انا سالتك السؤال ده اكتر من مليون مره وعمرك ما جاوبتني اجابه مقنعه. لا انا جاوبتك، انا لما فتشت لك سري قلت لك ان انا بشتغل في المخابرات. انا كان مطلوب مني ان انا اجند الاستاذ مكرم في عمليه من عملياتنا، وكان لازم وسيله ضغط عشان يقبل، وكنت انت بوسيله الضغط دي. دماغي خلاص. ما تعذبيش نفسك. انا من الكلام اللي انت قلته دلوقتي اعتقد المعلومات كلها اللي انت عايزاها موجوده في الظرف اللي اديته لك مامتك. بس انا وعدت بابا ان انا ما افتحش الظرف ده لغايه ما هو يقدر يسامحني. بس القلق والفضول هيجننوني، انا مش بنام بالليل. قلت اكيد علي عندك الاجابه، انت اللي هتريحني بدل ما اخلف وعدي وافتح الظرف. يا ريت كانت عندي المعلومات اللي انت عايزاها دي.
أنا نفسي أصدقك برغم إن حواليك ألغاز كتير وعلامات استفهام أكتر، لكن أنا جوايا حاجة مش مخلياني خايفة منك. أرجوكي ما تخافيش مني، أنا يمكن أفكر في لحظة إنها تسبب لك في أي أذى، ولو شعر إن راسك اتمسك بسببي لا يمكن أسامح نفسي. جايز ظروف كتير حطتني في الإطار ده قدامك، لكن أنا متأكد إن في يوم هيجي من الأيام هجيلك وأشرح لك وأطلب منك تسامحيني. أسامحك على إيه بس؟ وأنت بتقول إنك عمرك ما هتفكر تأذيني. اللحظات دي أنا اللي مش عارف أخرج منها من الإطار. الحق نفسك واخطف اللحظة، ولا احكي لك كل شيء بعد كده مش هتقبل منك اعتراف ولا هتصدق ولا تسامح. ما تضيعش الفرصة يا الله. صعب قوي ان انا اطلب منك طلب زي ده. انا هكون ايه بالنسبه لك عشان تلهمي مشاعرك وعواطفك لحساب احتمال طاير في الهواء؟ انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه بدل ما تخرجني من الحيره اللي انا فيها بتحطني في حيره اكبر منها؟ ليه بدل ما تحللي لغز بتحطلي مجموعه الغاز؟ انت اقتحمت حياتي فجاه، حسيت ان حياتي كلها اتلخبطت. انا قبل ما اشوفك كانت حياتي كلها مترتبة ومتشتتة، كلها فوق بعضها. علاقتي بأبويا وبعمي نديم واللي حفروه في دماغي سنين طويلة، حتى أمي طلعتها لي في وقت غريب جدا. أنا بقيت حاسة إنك كأنك لاعب ماريونيت ماسك كل الخيوط في إيديك وبتتصرف فينا زي ما أنت عايز. أنا حياتي قبل ما أشوفك كانت هادية ومستقرة، دلوقتي أنا حاسة إن أنا ماشية على الحبل في السيرك زي لاعب الأكروبات بالظبط، زي البهلوان. لا مش هديكش كده على بل. على بياض عايز تاكل بلح الشام وتطلع معانا باليمن يا بخيبة. قال البروفيسور اسد المصايب. ايوه انا في الشارع، لكن عايز شايف مشاوير كده. انا كمان عايزك داي واكون عارف. جنابك بتقول ايه؟ جنابي بيقول لجنابك اللي جنابك سمعته. معلش سمحولي تاني، اعتبرني طرشت يا اخي. حاضر يا استاذ. بقول الاستاذ مكرم من دلوقتي بره مشروعنا نهائيا. والاوامر دي سعادتك اصدرتها بمناسبه ايه؟ سعادتي ما اصدرتش اي اوامر، اعتبرها طلب رجاء. والسبب؟ من غير اسباب او ليه اسباب الخاصه بيا. خاصه؟ المسألة لها صلة بنهلة بقى. هي نهلة؟ نهلة ما تعرفش حاجة عن مشروعنا عشان تطلب مني أبعد باباها عنه. ولما هي ما تعرفش يا أخي إيه اللي قالك؟ في يوم من الأيام هتعرف، وهتعرف إن أنا اللي ورطت، مش ممكن هتسامحني. أولا أنا أولى بنهلة منك، وعمرك ما هتخاف عليها قد أنا ما بخاف عليها. نهلة دي زي بنت يارا بالظبط، ولا يمكن أزيه أبدا. أنت أزيتها بالفعل من يوم ما جريت باباها معاك في طريقك لعوج
ورطت في عمليه دخل فيها السجن وساب بنته ومراته. البنت عارفه كويس. مكانك مكانك والزم حدودك. العلاقه اللي بيني وبين صديق عمري وبنته ما فيهاش ثغره واحده يدخل منها غريب متطفل زي حضرتك. طلبك مرفوض يا شاطر. انا ما اقدرش استغنى عن مكرم في بقيه الخطه. اذا كان على المستندات اللي انت طلبت منه يقدمها لك، انا خلاص جبت له صور جمال عبد الناصر وخروشوف من ارشيف المصور وزمانه عمل لها مونتاج ووضب كل حاجه وطلعت الصور الجديده. خلاص نسيبه بقى لمشاكله مع مراته، مفيش داعي نورطه في وقعه جديده. اولا انا لسه محتاج لمكرم في تنفيذ بقيه الخطه. ثانيا ارجوك يا اخي ما تحاولش تتظاهر بانك انت يهمك مصلحه مكرم اكتر مني. ثالثا انت كده بتشوشر عليا في نفس اللحظه اللي انا داخل فيها معركه كبيره ومحتاج فيها كل صفاء ذهني. خلاص خدك من المشروع ده وانسى. انسى؟ انسى ايه؟ تنسى العمليه كلها وكل شيء يرجع لاصله. حضرتك ترجع للجاليري بتاعك وحياتك المستقره السعيده مع مصر هانم والسيده يارا والاستاذ حنا بعد، والاستاذ مكرم يرجع يواصل حياته مع بنته ويحل مشاكله مع مامتها على اقل من مهله، وانا هختفي من حياتكم نهائيا. اعتبروني كنت كابوس ونزاح كده اهو بالبساطه دي. يا ريت يا اخي. يا ريت لي. المساله سهله جدا. انا دلوقتي حالا اقوم اخرج وما تشوفوش خلقتي تاني ويا دار ما دخلك شر. لا لا يا صاحبي لا، الشر داخل الدار فعلا مش هيخرج ابدا بمجرد كلمه تقولها حضرتك. خلاص العجله اتحرك، مفيش حد ابدا هيقدر يرد لورا. بالظبط زي ايه؟ زي كره التل اللي تبقى نازله من اعلى جبل الجليد، بتلف وتلف، كل ما تلف تكبر وتكبر وتكبر لغايه ما في الاخر خالص تبقى كتله ضخمه ومخيفه. انت سائل باهر غير ما تدرى. فتحت باب كان متسكر بقاله سنين ومخبي وراه شياطين الطمع والمغامره واشباح الماضي وكل خطاياه كل ذنوبه. الاشباح دي انطلقت، ما تقدرش دلوقتي تسيطر عليها او ترجعها تاني. وما اقدرش ليه بقى؟ ان شاء الله اظن هتقول المصاريف الكتير اللي صرفتها على العمليه لغايه دلوقتي. مثلا تعمل فيها ايه دي؟ يا اخي اعتبرها ثمن صغير تكفر بيه عن خطاياك وذنوبك اللي بتقول عليها. مش عايز تعتبرها كده احسبها بالمليم وانا هردها لك. تردها لي؟ منين؟ انت مالك انت؟ هو انت ليك اكل ولا بحلقها؟ لا بحلقها. حضرتك دخلت عليها بالحنجر والمنجل وابتزتني واضطرتني اعمل لك عمليه نصب كبيره عشان تتعلم منها الكار وتتلايم على هبرة محترمة لنفسك. يعني انت كحيان وغلبان وما عندكش اللضع هتتعلم منين بقى ال 100,000 جنيه؟ بسرعة بقى 100,000 جنيه ده انت موس يا لا 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 ارجوك بالقلم والورقة يعني بالكالكوليتر من غير اي حاجة. انا مصدقك بس علمك بقى انا مش كحيان ولا حاجة. لو عايز ال 100,000 جنيه بكره الصبح يكونوا جاهزين عندك. غريبة غريبة جدا. لكن ايه هو هدفك؟ الفن للفن يا برو. متعتي ارجع فنان قديم معتزل للفن. اتفرج عليه وهو بيفن قدامي واتعلم منه. لان نفس الموهبة نفس الشعلة المقدسة جوايا. هو ده هدفي. بس انا مستعد اتخلى عن هدفي ده في سبيل انسان انا بعزها قوي مش عايزها تتاذي. نهله بدات تتعلق بيا يا استاذ نجيب. لو سبتها تتعلق بيا اكتر في الاخر هتبقى صدمه عمرها. يا سلام يا فتك يا محطم قلوب العذاره. نعمل فيك ايه بس؟ انا مش فاهم نعمل فيك ايه؟ انا ما كنتش متوقع انك تفهم. قلبك اتحجر. قلبي؟ قلبي ايه؟ تعرف ايه انت عن قلبي؟ تعرف ايه؟ اسمع بقى.
لأي سبب من الأسباب وبأي شكل من الأشكال أنا مش هنسحب من المشروع بتاعنا ده حتى لو انسحبت أنت.